اش من دوره بعدا في سيزيام ايديسيون ديالو، تكلمنا عن الظروف ديال تهيئ لهذا السفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتعرفوا المؤسسه ديالنا بعد غياب ديال 3 سنوات ديال السباق ديال تيرو دنات هذه السنه هذه، قررنا باش نظموا الدوره السادسه ديال اسلا فوتينغ 10 كيلومتر بمدينه تيرو دنات يوم 3 مارس ان شاء الله. سمعت مؤخرا سمعنا بان كان واحد الاسم غياخذ هذا السباق الدولي اللي هو ماراثون تيرو دنات، فاذا به اشنو المستجد في هذا الموضوع؟ هنا ما بغيتش ننسى الشكر الخاص للسيد العام اللي ألح علينا باش نرجعوا هذا السباق هذا ديال تيرودان، وكان هو بغى يسمي هذا، عطاك مقترح باش نسميه ماراثون تيرودان الدولي. وكيف كتعرفوا الماراثون هو 42 كيلومتر، نصف الماراثون هو 21 كيلومتر، والسباقات هما اقل من 21، ولهذا قررنا باش اسطا فوتين تبقى 10 كيلومتر. وبقات اسطا فوتين لان حيت قبل كنا غنديروا هذا الماراثون الدولي اللي بغاو يعطيو هذه التسميه ديالو، وغادي يكونوا معنا المستشارين الاخرين ديال المنطقه. ومن بعد ملي شفنا بان هذا السباق هذا كيحمل الدورات الفائته كاملين سميت اسطا فوتينغ، هما ما تقبلوش مستشارين سمي ديال اسطا اللي هو شيء عادي، قررنا باش المؤسسه ديالنا اسطا العمل الاجتماعيه هي اللي غتكلف كيف الدورات السابقه بهذا السباق هذا 100%. شحال عدد يعني المشاركين اللي كتوقعوا انهم يكونوا يشاركوا في هذه النسخه؟ وحنا ان شاء الله كنتمناو يكون واحد العدد كبير، ولكن حنا كنراهنوا ان شاء الله اذا وصلنا ل 1500 ديال العدائين والعداءات هاد السنه هذه. كتعرفوا بان السباق ديال تيرودان راه عنده واحد الاشعاع كبير، من ناحيه حتى دابا باقي محطم الرقم القياسي اللي هو 27 دقيقه و30 ثانيه في مدينه تيرودان من اثيوبيا اللي هو من النسخه الثالثه. زعما السباق معروف معروف معروف، وان شاء الله كنتمناو يجيو عدائين من المغرب كامل يشاركوا في هذا السباق هذا. وكذلك كنطلب من هذا المنبر هذا باش عدائين ديال المنطقه ديال سوس بخصوص الناس ديال تيرودان يجريو لنا حيت هاد السباقات هادو الهدف ديالهم الاول هو بينو الكفاءات ديال المنطقه اللي غادي يجريو فيها الناس هذا، واللي غنشيرو بان حنا عندنا في ديك المنطقه عندنا عداء معروف اللي هو يزيد مغران اللي حطم واحد الرقم مهم في الماراثون ديال الشينوا اللي جا فيها في المرتبه الثانيه. نوعية المتسابقين الدوليين المعروفين على الصعيد العالمي اللي غيشاركوا في هذا السباق؟ هو فيما يخص هذا الشق هذا عندنا مارا جاب اللي مسؤول على هذا الشيء هذا هو رشيد بن مزيان، درنا عقود مع عدائين معروفين في الساحة العالمية، غادي كاين مشاركة كبيرة تقريبا أكثر من 20 عداء عالمي اللي كاين في دول جنوب افريقيا، اثيوبيا، كينيا، كاين كذلك من الجاره الجزائر، وكاين من بعض الدول الاوروبيه، وان شاء الله غادي يكون واحد الدائم معروف في المغرب كذلك اللي غادي يشاركوا في هذا السباق هذا. وكيف كنشير لهم بان حنا الهدف ديالنا في هذه السباقات هذا هو لما لا يكون نصيب شي عداء مغربي ان شاء الله. كنتمناو سي محمد، تنعرفوا بان منطقه تيرودات هي منطقه متراميه الاطراف، اي منطقه اكبر عماله في المغرب، لان تتحدى ورزازات، مراكش، اكادير، طاطا. اذا الناس ديال هذه المنطقه فالسباق ديال تيرودات هو عرس بالنسبه لهم، لان كلشي تينزلوا من الجبل تيجيو لتيرودات اللي هي المركز ديال ديك المنطقه. اش وجدتوا من ناحيه الانشطه؟ لان تنعرفوا الناس ديال تماك تيبغيو ديك الانشطه ديال الاحواش و الانشطه ديال التقاليد ديال المنطقه. وبالنسبه للجمعيه ديالكم جمعيه اسطا الاجتماعيه، واش درتوا شي حملات مثلا ديال اعانات وغير ذلك؟ فيما يخص هذا السباق هذا اللي بغيت نشير ليه بان غادي يكون واحد العرس في مدينه تيرودان اللي غادي يبدا ان شاء الله نهار الاربعاء، لان غادي يكون واحد
البلاصه اللي غادي يكونوا فيها تسليم الصدريات اللي بغيت نشير بان القريه ديال القريه السكندريه الرياضيه غادي يكونوا الصدريات يكون مجان. وفي هذه القريه هذه غادي يكونوا انشطه بما يخص الاطفال الدراري الصغار العاب بهلوان، وغادي تكون سهره يوم الجمعه يوم السبت. يوم الجمعه غادي يكون فيها سهرات ليليه اللي غادي يكونوا فيها ابناء المنطقه باش يبرهنوا على التراث ديالهم ديال المنطقه. ونهار السبت غادي تكون واحد السهره كبيره باقي ما تعقلناش مع الفنان اللي غادي يكون فيها اللي غادي يجي لنا واحد العدد كثير، لان حيت الهدف من هذا الشيء هذا هو الناس اللي غادي يجيو يجيو في هذه المدينه هذه باش يجيو يشوفوا الحفل يكون واحد النشاط في المدينه ديالنا. كنت صله الرحم وصله الرحم كذلك. وبدي بغيت نشير فيه هو كذلك بان هذا 3 مارس كيصادف اليوم العالمي للبيئه. البيئه نعم. والمؤسسه الاصل للعمل الاجتماعي قررنا في هذا السياق هذا اسبوع قبل واسبوع بعد غادي نخصصوا واحد 15 حتى 20 ديال الناس اللي غادي يقوموا بنظافه في الازقه ديال المدينه ان شاء الله بموازاه هذا الشيء. جديد الدوره كتعرف سي واحد الاطفال اش وجدتوا ليه اش درتوا شي تواصل مع المؤسسه التعليميه اللي كنعرفوها على الصعيد النواحي ديال التالوزات بحال البرحيل. هو هاد الدوره هادي درنا فيها السباق ان شاء الله برمجناه ديال الاطفال اللي غادي يكون يوم السبت 2 مارس مع الساعه 3. المسافه ديالو هو 1500 متر وان شاء الله كنراهنوا باش تكون ما بين 600 حتى 800 ديال الناس. و المسائل ديالو غادي مزيان الحمد لله، وان شاء الله المشاركه غادي تكون قويه لان حيت علمنا مدارس المؤسسه التعليميه اللي كاينين تما في المنطقه ديال هواره ولا البرحيل تمدان معلومي. ان شاء الله لماذا تكون واحد المشاركه كبيره في هذا السياق هذا. من بعد اللي بغيت نشوف هو غادي يكون مباشره ديال هذا السباق هذا غادي يكون واحد الكرنفال اللي غادي يبدا في 5 العشيه يوم السبت. هذا الكرنفال هذا غادي يكون فيه جميع الفرق الفولكلوريه ديال التلمذات اللي غادي يكونوا غادي واحد الاستعراض في المدينه باش نجي نشوفوا التراث المدينه اللي غادي الناس يشوفوا داك الاستعراض. قررنا باش نديروه تقريبا واحد المده ديالو غادي تكون واحد الساعه المدينه ما بين 5 حتى 6 العشيه. غادي يجيو بجميع الاحياء غادي يجيو بجميع الاحياء لان حتى كتعرفوا كيما جا سي تكسبي بان اقليم تلمذات من الاقاليم الكبرى ديال المغرب. هو اول اقليم هو اكبر من ناحيه المساحه مجال بالنسبه لك. والله زعما يعني النوعيه ولا القيمه ديال الجوائز اللي خصصوا هذا العمل هذا واش غادي تكون يعني المراكز ثلاثه الاولى ولا 5 ولا 10 ولا هو كي عندنا دايرين واحد هذا الفلاير هذا راه فيه البونتو ديالو غادي نسلمو لكم اللي كاينين فيه بالضبط الجوائز اللي كاينين. راه هو كاين لي بريم الاولين وكاين الرقم ديال التحدي القياسي وكاين هو كاين العشر الاوائل لا بالنسبه للسيدات وبالنسبه للرجال. كاين العشر الاوائل هما اللي عندهم جوائز تحفيزيه وكذلك المعاقين هما عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه هما راه عندهم جوائز ديالهم ان شاء الله. وكذلك الاطفال اللي غادي يجري راه كل طفل جرى المؤسسه ديالنا مخصصه واحد الجائزه رمزيه في هذا السياق هذا. القيمة المالية واش متساوية ما بين الذكور والإناث ولا الذكور بوحدهم والإناث بوحدهم؟ لا القيمة المالية متساوية لا بالنسبة للأوائل ديال الإناث. مع السيد رئيس اللجنة المنظمة هاد التظاهرات الدولية اللي عندها طابع عيادي ثقافي حصلتوا لها بعض الأهداف، ما هي أهم الأهداف اللي تصبوني في الحقيقة من خلال هاد التظاهرة؟ هو الأهداف المسطرة ديال هذه الدوره هذه هو اول حاجه اللي بغيت نشير فيه لان حيت ديجا الترتيبات كنا غادي نديروا ماراثون الدولي رجعنا لاستاكوتينغ وقررنا درنا الرقم درنا التاريخ. هذا الشيء كلشي جانا في واحد الظرف وجيز ودابا باقي تقريبا علينا واحد الاسبوع اللي بقى لهذا التدهور هذا. غير الاهداف المسطره هو
بغينا حنا ان شاء الله يدير واحد كلوب كبير في مناطق حيت تلوزنت كيف كان نقول بان تلوزنت مدينه كبيره وعندنا ولاد التيما وراء إغار هاد المناطق كامله بغينا يكونوا فيها هضرنا مع السيد عام باش يكونوا مراكز ديال القرى ديال هاد الدائن ان شاء الله راه حنا كنشتغلوا في هادشي هذا باش يكونوا اقرب لهاد التربصات اللي غيبداو يديروا ان شاء الله بغينا هادشي يكون سوا اهم الاهداف اهم الاهداف الرئيسيه اهم الاهداف الرئيسيه بالنسبه لكم واش كاين شي ضيوف شرف يعني شي دائن يعني اللي غادي يكونوا وازن ولا نجوم سابقين اللي غادي يكونوا حاضرين كضيوف شرف في الدوره هذه ضيوف شرف كاينين عندنا غادي يكون مولاي ابراهيم بوطيب اللي غادي يكون كما علمنا السكاح الى غادي يكون تقدر تكون ولا متوكله في مجلس الدعاء حتى هي غادي تكون ان شاء الله وغادي يكونوا رؤساء ديال السباقات المعروفه في المغرب اللي منهم السيد كويدري سابيكان كاينين بزاف ديال الرؤساء غادي يكونوا حاضرين معنا السي الماراثون ديال الدار البيضاء السنين ثم غادي يكونوا حاضرين ان شاء الله معنا باش يدعمونا وكذلك رؤساء ديال السباقات الدوليه اللي غادي يكونوا حاضرين في هذا السباق هذا والفنانه واللاعبين فنانه واللاعبين فنانه واللاعبين تيحضروا هذاك كي جرات العاده نعم واحد العدد كبير ديال الفنانين والفنانات الرياضيين كذلك غادي يكون غالبا معنا اراضي هذا العام هذا صفنا بالدعوه لان حتى هو في المنطقه غادي يكون سعد الله عزيز سعد الله عزيز حتى هو من عندنا في المنطقه باش نديروا ان شاء الله تكريم في هذا السباق هذا اللي غادي يكون ان شاء الله في الدير جرت العادة تكريم بعض الوجوه الرياضية أو الفنية ديال المنطقة هذا العام شكون هو الممثل أو الرياضي اللي ود المنطقة اللي غتقوموا بالتكريم ديالو الرياضي اللي غادي اللي عداو المنطقة هو إمغران اللي غادي يكون إن شاء الله دي الشيء اللي بعنا وربح السباق ديال الثاني في السباق ديال الصين جا فيه الدورة الثانية وبغينا نشجعوه إن شاء الله هذا السباق هذا غادي واحد التكريم ان شاء الله وجائزه رمزيه ان شاء الله اللي غادي تكون في هذا السباق. عندي رساله ساكنه تردات وانا وحيره. اللي بغيت نشير ليه هو بان مدينه تردات كيجيو عندهم اعداء عالميين كيجيو عندهم ضيوف اعداء مغاربه اعداء كيجيو باش يجريو في هذا السباق هذا بغينا نرحبوا بهم نفرحوا بهم. لان حيت هذا السباق كيعود بالنفع على المدينه لان حيت الناس كيجيو كيجلسوا في الفنادق كتكون واحد الرواج التجاري والناس راه اللي كيجيو يجريو في اي مدينه من المدن اللي كتشوفوها راه كيجيو عاوتاني مع العائلات ديالهم باش يجيو يدوزوا فيها عطله سياحيه لان حيت تلوكنت كتميز بواحد الطقس مهم جدا بحال مراكش تقريبا الجو ديالها صيك صيك جبلي زوين جاف كيجيو الناس كيكتشفوها والمدينه راه نتوما ديجا شفتوها كيفاش دايره واللي بغيت اللي مهم عندنا هو اي تظاهره كيف ما كانت الصحافه كتكون مهمه فيها الصحافه لا المرئيه مكتوبه ولا الالكترونيه بغينا تكون حاضره عندنا بكثر من ناحيه هما اللي كيديروا الاشعاع ديال هذا السباق هذا كيكون مهم بزاف وبغينا حتى المناظر الاعلاميه اللي كاينه في اقليم تلوزان حتى هما يحضروا في هذا السباق ديالهم كنسميو السباق ديالهم باش التظاهرات تكون بواحد المستوى كبير ان شاء الله والسيد عام الوقت معنا في هذا السباق هذا بان السباق اي حاجه خاصه تكون في مدينه تلوزان هو موجود زعما تبعنا نهار بنهار ان شاء الله نعم سي محمد انتم الان وصلتوا للنسخه السادسه شنو هما الاشياء اللي اكتسبتوها من التجربه اللي نقدروا نقولوا تجربه متواضعه في هذا السباق شنو هما الاشياء اللي اكتسبتوها الحمد لله دابا تقريبا السباق ديال الدوره السادسه دابا الحمد لله السباق ولينا كنعرفوا كل واحد المهام ديالو اشنو كيدير ما بقاش عندنا سيدي واحد الخوف من النجاح ديال السباق واش غينجح ولا ما غاديش ينجح لان حيت كل المؤسسه ديال الاصطاد الاجتماعيه
كل واحد كيعطي المهام ديالو واحد الشيء كيتكلف، لان حيت في الاخر خصنا المسائل درت كلشي مزيان على حسن ما يرى. اللي كيكون هو هاد اليوم الحد كيكون موازي للسوق الاسبوعي ديال مدينه تلوت. نعم الحد ديال تلوت، ولكن غير اللي بغينا بهذا المنبر هذا بغينا الساكنه ديال تلوت يتعاونوا معنا، لان حيت السباق الى حبسنا راه كنحبسوا غير واحد ساعه ونص حتى ساعتين ديال المكانس ديال زعما خصهم هما الناس يفرحوا بهذا السباق هذا. ولماذا يكون هذا النهار هذا اللي هو 3 مارس في السباق يوم بدون سياره؟ بدون سياره، يوم بدون سياره، لان حيت هذا السباق هذا كيكون مره في العام ويجيو الناس يفرحوا به ويجيو هذا الشيء هذا، لان حيت اذا كانت العرقله ديال السير ماشي بمصلحه ديال السباق، بغينا الناس يفرحوا بهذا الشيء هذا. وكنتمنى ان شاء الله يوم بدون سياره في مدينه تلودات، ولا صبحيه بدون سياره. اسمح لي ندير واحد الملاحظه، يعني لانسكريبسيون غراتويت، يعني شنو هو الهدف منها؟ يعني المبتغى اللي درته باش يعني التسجيل المجان. هذيك الدورة السادسة ديما كنديرو التسجيل المجان في الصدريات، علاش؟ بغينا ما يكونش داك واحد لوبستاك يكون ديال 50 درهم ولا 100 درهم ديال مشاركة، ديال المشاركة. بغينا الناس تجي تشارك أكثر، هذا هو الهدف ديالنا. وهاد البيجي هذا ديال الصدريات كتحملو مؤسسة الأصل الجماعية، غير اللي كنتمناو بأن اللي خدا الصدرية هو يجي يجري بها، يجي يجري بها ماشي ياخذها. هذا هو الهدف اللي بغينا، بغينا نوصلو لهاد الشيء هذا بأن الصدرية غادي يجري بها. غير اللي بغيت نقول بأن مؤسسة الجهاز الصدرية بمجان، ولكن كاين واحد القميص اللي هو غادي تخلص، اللي هو القيمة ديالو باقي مازال ما تفهمناها شيء إن شاء الله غادي تكون. لأن حيت علاش؟ حيت القميص الواحد إذا جا إذا شرى القميص وخا برمزي راه غادي يجي يجري، لأن حيت عندنا في الدورات الفائتة الناس كيجيو يديو القميص ويديو سميتو ويقدر يجي يجري. وحنا بغينا الهدف ديالنا ماشي هو هذا، بغينا حنا الناس يجيو ياخذوا الصدريات ديالهم ان شاء الله يجيو يجيو حتى في هذا السباق هذا. وان شاء الله المشاركه اللي مهمه، بغينا الناس يجيو مع ولادهم مع عائلتهم ويجيو يجريو. والمدار ديال مدينه تلوزان راه مدار جديد، ما فيهش لا اعداديه ولا كل شيء، منبطح منبطح ديال لي زاتليت ولا المبتدئين اللي غادي يجريو، راه ما غيبقاو حتى شي صعوبات في هذا السباق هذا. النسخه السادسه كنت تحتها شعار ماذا؟ شعار الدور. هو كيف شفتيه بان الشعار ديال حنا لحد الوقت مازال الشعار لا والو، ولكن حنا بغينا زعما بموجه ديال البيئه، فهمتي؟ الرياضه وبيئه، بغينا زعما داخله في هادشي ديال البيئه، بغينا تالو ثالث ان شاء الله ملي غيكونوا تما بغينا هاد السباق هذا اللي حيت كان وقف بغينا يرجع، وحنا الحمد لله هو رجع. والشعار ديالو راه غادي نقرروا ان شاء الله نديروه في تما شهر. وبالنسبه للميزانيه يعني اللي خصو والميزانيه المخصصه لهذا السباق هذا ما غاديش تكون اقل من 100 مليون صات. 100 مليون يعني داخل فيها الجوائز؟ داخل فيها الجوائز ان شاء الله. الكلمه الاخيره. والكلمه الاخيره كنشكروا الصحفيين اللي معنا اليوم هاد الندوه هادي. اللي كنشير اللي بغيت نقول ليه هو بغينا هذا السباق هذا ان شاء الله يدوز بخير وعلى خير، وبغينا مدينه تلودانت الساكنه ديالها يفرحوا بهذا السباق هذا، وان شاء الله كنتمناو خير للدورات المقبله. و ان شاء الله الدوره السابعه ان شاء الله غادي يكون فيها نصف ماراثون و 10 كيلومتر ان شاء الله، لان حيت كاينين عدائي اصدقاء اللي كيقولوا ملي كنقولوا لهم 10 كيلومتر على تالو دانت يقول لكم غادي يكون كان نصف الماراثون. احسن نصف الماراثون عنده واحد الناس ديالو اللي كيمشيو نصف ماراثون 10 كيلومتر هو ما كتعنيش حتى حاجه، وان شاء الله غادي نطلبوا نصف ماراثون السنه الجايه ان شاء الله. وكنتمنى بخير هذا السباق هذا، وشكرا لكم.